كابتن مختار مختار بيفوت للاهلي. عمر ما اتهمت الاهلي او عمر ما اتهمت الفرق المويله للاهلي انه بيفوتوا الاهلي، عمر ما الكلام ده طب حصل انت شفت مني الجون خالص. بتاع امام عاشور امبارح؟ خبط في المدافع. شفت الجون ازاي؟ بص يا محمود، بص يا محمود، ماشي يا كابتن، احنا السنه دي كزملكاويه بنمر باسوأ حالاتنا اداريا تمام وماليا ومشاكل في النادي، ولكن لما انت تنافس على الدوري وتكون قريب من مشوار الدوري وقريب من الخطوات اللي خلاص اللي هتقربك للدوري، انا شايف ان ده انجاز ما بعده انجاز لنادي الزمالك. بالتخبط اللي موجود، التخبط الاداري، التخبط المالي، عدم الاستقرار الاداري اللي موجود، كل شهر او كل 3 4 شهور لجنه تمسك النادي، لما تقول تبرعوا للنادي، حاجات كتير قوي يا محمود، حاجات احنا كتير لسه قوي جايين كتير، لازم الجماهير تعرفها، لازم الجماهير تعرفها. انت دلوقتي بتهمنا ان الاسماعيلي هو اللي مفوت مباراه الزمالك. ده ينفع يا محمود؟ ينفع؟ ما هو عشان هم شافوا ان الاسماعيلي ما بيأديش نفس الماتش اللي اداه قدام الاهلي. لا هو من انت، طب انت فنيا هقول لك على حاجه، انت ماتش الاسماعيلي والاهلي، الاسماعيلي عمل ايه مع الاهلي؟ ما عملش حاجه خالص. يعني الكره الوحيده، الكره الوحيده اللي انا كنت شايفها ان هي راحت على الاهلي دخلت وضربه ثابته. انا شايف الاسماعيلي بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ مستوى الاسماعيلي مع الفرق الكبيره مش بيبقى هو المستوى اللي احنا عارفينه عن السمسميه زي ما بيقولوا، عن الـ عن الـ عن البرازيل مصر الاسماعيلي الحاجات دي كلها. انا شايف ان مستوى الاسماعيلي هو كده السنه دي اللي وصل له دلوقتي مع الكابتن خالد جلال. انا ده شايف في المركز ان هو ال 12 يعني انا فريق شايف ان هو عادي. انجاز. لا ده كان بيصارع على الهبوط. ايوه يعني فريق عادي في المركز ال 12 قبل لما يجي الكابتن خالد جلال كان بيصارع على الهبوط. ايوه صح. دلوقتي ماشي بشكل كويس جدا، صح؟ صح. لما يتعادل مثلا مع الاهلي وده عليه نقطتين مهمين جدا، واللي انت الزمالك يكسب الاسماعيلي شافه كسب بصعوبه، انت اخر ربع ساعه الاسماعيلي مضيع 3 4 جوال. طب اربطها لك يا كابتن، الناس بتقول اللي طلع الاهلاويه، الناس على السوشيال ميديا عشان قاعد نتكلم على السوشيال ميديا الاهلاويه هم اللي بيقولوا يا محمود انت ممثل الاهلاويه هنا يا محمود بيقولوا ايه؟ اللي طلعت الفزاعه بتاعه اللي الكابتن ايهاب جلال عايز مليون جنيه في الشهر قبل ماتش الزمالك عشان يحصل خلل، ويقول لك بايه؟ ما يربطوش فكره التفويض اللي هو انا ممكن يفوت حاجات كتير قوي. يعني انت هقول لك على حاجه، انا شايف ان من 2014 ل 2015 لحد الان كام سنه دلوقتي؟ 2014 خمس ست سنين. ست سنين الزمالك ما خدش الدوري. طيب قبلها او خمس من 2005 من 2004 ل 2015 كام سنه؟ 11 سنه الزمالك ما خدش الدوري. فتحس ان الدوري ده ملكيه خاصه للاهلي، فتحس ان انت لا يعني الناس مستغربه. انا على فكره الجماهير الاهلي كلهم بحترمهم جدا، واداره النادي الاهلي بحترمها جدا، ولكن انا في عيون الناس الاهلاويه اللي بيكلموني مش مصدقين،